بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب إحياء علوم الدين لإمام الأئمة وبدر التتمة الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول في كتاب العلم، اقرأ يا شيخ محمد. قال رحمه الله تعالى: فلنورد الآن من أحوالهم ما يدل على هذه الخصال الأربع، فإن معرفتهم بالفقه ظاهرة. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيدل على أنه كان عابدا ما روي أنه كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء: ثلثا للعلم وثلثا للعبادة وثلثا للنوم. قال الربيع: كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان 60 مرة، كل ذلك في الصلاة. وكان البويطي أحد أصحابه يختم القرآن في رمضان في كل يوم مرة. وقال الحسن الكرابيسي: بت مع الشافعي غير ليلة، فكان يصلي نحوا من ثلث الليل، فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر فمئة آية. وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله تعالى لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ فيها وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين، وكأنما جمع له الرجاء والخوف معا. يعني هذا حال من تعلق قلبه بالله، أنه يجمع له الرجاء والخوف معا. وهذه الأحوال ليست متناقضة، فهو كان يحب أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختم القرآن في ليلة ولا في ركعة ولا في اليوم مرتين، ولكن كانت صلاته في نحو 50 آية. وتمسك الشافعي بذلك الظاهر التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم وللأسرار التي تتولد من تقليد النبي، لأن الإنسان إذا قلد النبي تولدت في قلبه أسرار لا يعرفها إلا بالتذوق، وكلها أمان، في أمان، ليس فيها مخوف، ليس فيها أمر نخاف فيه الانحراف أو الغلو أو الضلالة، لأنه هو المثال الكامل صلى الله عليه وسلم. فالالتزام بظاهر السنة أمر لا بد منه. ولذلك يقول الإمام القرطبي المالكي: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمرنا أنه إذا أتينا الصلاة نأتيها بتؤدة، قال: فراكب الفرس راكب مرسيدس، هل يجوز يسرع هو بتؤدة؟ حكمتها إن ما تنهجش، فما أنا راكب فرس مش هنهج، الفرس هو اللي بيجري، راكب عربية مرسيدس وبجري بيها ما أنا مش هنهج، يبقى أجري. قال له: لا، حتى لو كنت في العربية تمشي بتؤدة برضه. ليه؟ يكهت لما هيجري هينهج، وده لما هيجري مش هينهج، يبقى يجري. قالوا: لا، ده في سمت كده في الأناة يمكن بيؤثر في النفس. فسنة رسول الله أولى بالاتباع على كل حال، فيها فوائد أنت قد تدرك فايدة وتضيع منك بقية الفوائد. فلذلك لما تتبعها على كل حال هتحصل فوائدها العاجلة والآجلة، النفسية والمادية، وهكذا. فهكذا كان تفكيره، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فكذلك الإمام الشافعي كان يقرأ في ظاهر الصلاة 50 آية زي شأن سيدنا صلى الله عليه وسلم. لكن هناك وضع آخر
وهو وضع التمكن من الحفظ والاسترجاع. وهنا كان الشافعي رضي الله تعالى عنه يمر بقلبه على القرآن، وهذا لم ينفرد به الشافعي، بل كان ديدن الحفاظ الكبار، يجي معرر القرآن على نفسه كده، لأن القرآن بالتلاوة إذا أعطينا لكل حرف حقه ومستحقه هياخد 20 ساعة، فما ينفعش في اليوم مرتين غير النوم وغير الأيام وغير مشاغل الحياة. ولو أنه بالحذر وليس بالترتيل يخذ له 10 ساعات، يعني بيكروت فيه كده وبيهزر به هذرا، هياخد 10 ساعات، هو 66,000 كلمة. ولكن إذا مرره على قلبه أيوه ممكن يخلصه في مرتين في اليوم، يعني هو قدامه كده قدامه بيجري. وهذا شأن كثير جدا من الحفاظ رأيناهم، كان يعني الشيخ الهمداني رحمه الله تعالى ونحن نقرأ عليه قال لي: يا بني ما نظرت في المصحف منذ 40 سنة. ده راجل قاعد وكان يسمع 4 في نفس الوقت، هذا يقرأ في سورة الملك وهذا في البقرة وهذا في الأعراف وهذا في الكهف ويصحح له. قلت له: يعني ما يعني ما بصتش في المصحف دي لك 40 سنة؟ قال: والله إن القرآن سطر واحد أمامي، واختبرني، قل لي كده في القرآن غفور رحيم كم مرة، عزيز حكيم كم مرة، وأنا أقول لك وأقول لك هما فين، قل لي أي حاجة اختبرني. قلت له: ما ينفعش، مكتوب في الكتب، اوعى الشيخ لو قال لك اختبرني تختبر، اوعى الشيخ لو قال لك اختبرني اوعى تختبر، تقول له: العفو يا مولانا مصدق يا مولانا. فقلت له: العفو يا مولانا مصدق يا مولانا، ففهمها. وقال لي: فتح الله عليك، تعالي. فهو لكن الرجل ده لما دخل هو كان ما معه الشهادات، انما يحفظ القرآن حفظا جيدا ويحفظ معه الشطبية والطيب، وكان وهو يذهب الى بيته بعد البتاع يقرأ الطيبة، وهو الصبح جاي يقرأ الشطبية، وبيته كان جنب الأزهر. فأمثال هؤلاء نحن رأيناه، رأينا هذا البشر الذي، ومكتوب في الكتب أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كان القرآن كأنه سطر واحد أمامه في الاستدلال. فشدة الحفظ والاسترجاع واردة ومعروفة، ومنها الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة كان القرآن سطرا واحدا أمامه يأخذ منه استدلالا أو يقرأ. فتجد الإمام الشافعي مثلا حتى يصل إلى دليل للإجماع من القرآن قرأ القرآن 60 مرة، الواحد يستعظم يقول: 60 مرة؟ أيوة، ما وصله زي سطر واحد. فالقراءة بالقلب والاستعراض ده يسموها الاستعراض، تستعرض القرآن كده يعني بطريقة معينة يعرفها الحافظ ده، ما انت مش هتتصورها لما تجربها. فتجد هذا يقوي الحفظ، ثم انه يعين على الاستدلال الذي هو في احوج الحاجة اليه، ثم انه في نفس الوقت علاقة عبادة بينه وبين الذكر الحكيم. هكذا كان هؤلاء الناس، ولذلك لا تناقض بين كونه قد انتهى عرضا مرتين في اليوم يقرأ القرآن في رمضان 60 مرة يعني عرضا، وبين أنه كان لا يزيد على 50 آية، وأنه يدعو في وسطها على ما كانت هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد
متبع للسنة أيضا كالإمام الشافعي. فكان النبي عليه السلام عندما تكلم عن ختم القرآن أرشد إلى أنه لا يزيد عن 3 أيام، يعني ما نزيدش في اليوم عن 10 أجزاء. فكان الإمام أحمد يرى في نفسه قوة لقراءة القرآن أكثر، ويلجأ إلى حيلة، هذه الحيلة حتى لا يخرج عن أمر النبي، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع في كل حال. فكان يقرأ 10 أجزاء الصبح ويقرأهم تاني بالليل، يقرأ 10 أجزاء الصبح بعدين تاني بالليل يقرأهم هم. ففي خلال 3 أيام يبقى ختموا 2 مرات، بس هو ما زادش عن الختمة في 3 أيام. ذكاء برضه. وكل هذا من شدة تعلقهم وحبهم لسيدنا صلى الله عليه وسلم، ولشدة تعلقهم بالقرآن، وشدة تعلقهم القرآن يا جماعة له لذة إذا تمكنت في قلب أحدهم لا يمكن أن تخرج. وتجده حتى إن يعني أهل القرآن لهم كرامة مدخرة، وأهل القرآن يعني مع قليل من العمل تجد الأنوار تخرج على وجوههم بطريقة ملحوظة مفهومة لا ينكرها إلا أعمى. ده سيدنا الشافعي عمل إيه بعد كده؟ فانظر كيف يدل اقتصاره على 50 آية على تبحره في أسرار القرآن وتدبره فيها. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة، لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. فالنبي عليه السلام قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. وده أمر شديد جدا إن الواحد يكتفي بلقيمات. وكان أهل الله يأكلون ويسفون اللوز، البندق، الزبيب علشان يمتثلون ولا يأكلون. الحاجات دي سبحان الله لها سعرات عالية، الحاجات دي هي اللي هي المكسرات دي فلها سعرات عالية، فكان يستعملها في عبادته وذهابه ومجيئه وكذا، وفي نفس الوقت تسد الشعور بالجوع، وفي نفس الوقت لا تمتلئ بها البطن لأنها حاجات خفيفة. فيبقى حقق اللقيمات، وحقق عدم الشبع، وحقق أيضا مصلحة الجسد وبنائه. فكانوا يسموا المكسرات والحاجات دي هي، وهم ليه المسلمين عملوها في رمضان والمصريين كده؟ لأنه ده أكل أهل الله، ده أكل أهل الله، بس كان بيأكلها وحدها مش معاها فخدة ومعاها 20 رغيف وكذا، ثم بعد ذلك الكنافة والقطايف بالمكسرات. لا، ما كانش بيعمل كده، لو كان بيأكلها لوحدها بس. وإذا يعني حد ضغط عليه ولا حاجة يأكل، كان الشيخ محمد أمين البغدادي يأكل نصف وجه الرغيف، ما هو الرغيف ليه وجه وليه ظهر، فهو يأكل نص وجه الرغيف، يعني ما يجيش ربع رغيف. فالرغيف ده هو يأكله خلاص، يبقى ما يأكلش بقى المكسرة، ولما يأكل المكسرات يبقى ما يأكلش العيش. والإدام بتاعه، الغموس بتاعه، الخل يجيب شيط بتاع كده، نعمل قدم الخل، يعمل كده هو يأكل. أم الخل ده أصله الخل حامض الخليج، فينزل في البطن، يعني يعمل لها إيه؟ اسكوتي، سكت البطن شوية، ها؟ يكتمها. فإذا الإمام الشافعي وهو يمتثل
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الغرض منه صفاء الذهن والتحرك لعمارة الدنيا، ولكن على نمط رسول الله وبأوامره صلى الله عليه وسلم. نعم. فانظر إلى حكمته في ذكر آفات الشبع ثم في جده في العبادة إذ طرح الشبع لأجلها، ورأس التعبد تقليل الطعام. وقال الشافعي رحمه الله: قالوا الطريق إلى الله منوط بقلة الطعام وقلة الكلام وقلة الأنام وقلة المنام ومن الليل فتهجد به، أو كل حاجة ليها دليلها في الكتاب. وهنا قلة الأنام الخلوة اللي كان بيعملها في غار حراء والاعتكاف، وقلة الطعام الأحاديث الواردة كلها دي في عدم الشبع، وقلة الكلام اضمن لي ما بين لحييك وفخذيك اضمن لك الجنة. وإذا رأيتم الرجل قد أوتي صمتا فإنه يلقن الحكمة. وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ونهانا ربنا عن اللغو. واللغو معناته إيه؟ ما دون ذكر الله والأمر بالمعروف وعمارة، يبقى هو لغو. يعني هنسكت؟ يعني خليك هادي، خليك حلو، يعني بلاش ربربة بالكلام. ولذلك أنا بقول لهم يا جماعة، الحالة اللي فيها مصر الآن من الهوجة المكلمة دي، ده اختبار، ده انتوا دي فرصة ان كل واحد يمسك عليه لسانه. ما دام ما شفتش بعينيك ولا سمعت بأذنك بلاش كده، لكن تقول لي بيه شهوة الكلام ضيعت الدنيا. أحلى. طب انت بتظلم الآن، افرض يوم القيامة طلع كله ده غلط، تعمل ايه؟ لا انا متأكد. طب وساعتها هتعمل ايه يا مسكين؟ هينعكس عليك الحال وتبقى انت المدان. كنت مظلوما امس فصرت ظالما اليوم. ما تمسك عليك لسانك وترى مقادير الله في كونه، مش احسن؟ قال لا مش احسن. احنا نقعد ساكتين؟ فده ما ينفعش يا جماعة. دي المحنة التي نحن فيها الآن من ضياع أمن وكذا، دي منحة، فصبر جميل والله المستعان. وبعد كده يقول لك امال انتوا كنتوا ساكتين ليه؟ ما قلتولناش ليه؟ الله، هنروح لكم كل واحد في بيتكم ونقول لكم ونتخانق معاكم؟ ما احنا بنقول اهو وقاعدين نقول ادينا 40 سنة ولا حد سمعنا ولا حد راضي يسمعنا. هما الكلمتين هما الكلمتين ومتسجلين على فكرة، ولا حد سامع ولا حد راضي يسمع، كل واحد فاكر في روحه سلطان. فآدي اللي الشيخ بيقوله. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.